بسم الله الرحمن الرحيم. تعال بقى نبدأ. شوف لو انت كده على بطن كده هتقول لك انت جالك سكيورتي مش ايه مش موجود. تعال نبدأ نشوف ايه الخطأ اللي فيها. خش على السيتنج، تعال نشوف انت جالك سكيورتي اللي موجود فيها. ايوه فعلا فيها خطأ، مفيش ايه هنا. تعال نفس كده، تك على البوتن، جاب لك كل البيانات اللي في الايه اللي في الجدول. تعال نراجع عليها مراجعة بسيطة كده، تعال نراجع عليها مراجعة بسيطة كده. دلوقتي احنا عملنا ايه؟ حطينا كونكشن، وقلنا سي ام كوماند كونكشن بيساوي سي ان. لحد دلوقتي مفيش مشكله، احنا عايزين نشوف من اول الامر اللي هو التنفيذ. سيلكت اول فروم ام، ده الامر السيكو ده يجيب لك كل الصفوف اللي موجوده في مين؟ اللي موجوده في الجدول. تمام. هتيجي هنا تقول سيكوال داتا ريدر، سيكوال داتا ريدر اكسكيوت ريدر، اكسكيوت ريدر اللي هي بتنفذ لك الامر ديت، ما بتتنفذ الا او ما بتحطش البيانات بتاعها الا في سيكوال داتا ريدر. تمام. فاحنا جبنا جدول وهمي سميناه دي تي، وحطينا فيه مين؟ حطينا فيه البيانات اللي هي ريدر، وبعد كده حطيناها في الداتا سورس في جيت فيو. يبقى عندنا حاجه اللي احنا عايزين نحط نفس البيانات نحطها في ليست بوكس، مش داتا جيت بس، ده احنا هنجيب ليست بوكس اهو كده. ادي الليست بوكس اهو، نفس البيانات اللي تتحمل هنا عايزين نحملها في الليست بوكس. قال لك ما ينفعش. قال لك ليه؟ قال لك عشان الجيت فيو جدول، شكل جدول ممكن تحط فيه جدول، انما الليست بوكس ممكن تحط فيه صف لا مش صف، تحط فيه حقل من حقول الجدول. ازاي؟ لو جينا بصينا كده نفذنا البرنامج وشفنا، تعال نضغط على البوتن، نضغط على البوتن كده. دلوقتي الليست بوكس دي ما ينفعش تشيل البيانات دي كلها، لا تنفع تشيل واحده بس، اما الاي دي يا اما النيم يا اما الادرس يا اما اي واحده من دول. تعال نخليها تشيل النيم، تعال نخليها تشيل النيم. هنيجي جوه البوتن في نفس المكان كده، قبل ما نضيفه في بعد ما نضيف الداتا جيت، هنقول هنيجي هنا نقول هوايل هوايل، لو فاكرينها الريدر ده، نيجي نقول طالما الريدر ده نقدر اللي احنا نقرا منه، نقدر اللي احنا نقرا منه، هنقول ايه؟ طالما الريدر ده دوت ريد يعني نقدر نقرا منه، هنقول ايه؟ هنقول ليست بوكس دوت ايتمز دوت اد، ضيفلي فيه ضيفلي فيه الريدر
نفتح قوسين الاندكس دولت ونقول واحد. هنفهم يعني ايه واحد دلوقتي. دوت تو سترينج واحد دي معناها ايه؟ واحد دي معناها ايه؟ هنشوف دلوقتي. ادي البطن قالك لو جينا بصينا تاني كده قالك الليدر از كلوز، الليدر مقفول، الليدر مقفول. هو عمل ايه؟ هو تلقائي بقى من ساعة لما خلينا احط في الداتا جيب قفل لوحده تلقائي. فانت هتيجي هنا